الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وبعد. ضيوفنا الكرام، زملائنا الأعزاء، الصحبة الأوفياء، أيها الحضور الكريم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، نحييكم بتحية طيبة شذاها مسكا وتحمل في ثناياها وفاء، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد دارت الأيام ومضى الزمان سريعا، 20 سنة كأنه الأمس. في هذه الليلة الجليلة نجتمع سويا على درب المحبة والإخاء، لنرسم جميعا لجمعيتنا العتيقة صورة من صور الوفاء والتقدير، إذ هي بلا شك جديرة بها. وخير ما نستهل به هذا الحفل تلاوة آيات البينات من الذكر الحكيم. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. عبد ربه أخي جعفر وأخي موسى. سامنت حرية اختيارهم، وآمنت بتجربتهم واختيارهم لهذا المشروع النبي. إنما يصنعون مما في داخلهم من أشياء عميقة هي الإرادة والمثابرة. عشرون سنة من العطاء والتألق، 20 سنة من عمر جمعيتنا نقدمها لهم في هذا العقد المصور. مشاهدة ممتعة. ننتقل إلى محطة أخرى من محطات هذا الحفل، وهي عبارة عن عرض رياضي سيقدمه لنا زوجان مباتسان من جمعية الأخوين. إذا كما قلنا، أحق على جمعية الأخوين أن تعتني بجميع يا الله.
أحمد أشقري يقدمها لوطنيس أسرة في طنجة الحسيمة تضبط أساليب مشتركة. فليتفضل أستاذ نقاني مشكورا. بهذه المناسبة نشكر جهة طنجة الحسيمة تضبط أساليب مشتركة على دعمها المتواتر والمتواصل الذي تقدمه لنا دائما ساعدة بدورها إلى إنجاح محطاتنا الرياضية. أكاسيون شير مسيو فامي لوغو أوسي ميرسي. والممارس الأول لجميع المحطات. والثالث هو خالد عبودة. هو مع اتحاد الطلبة من النادي سامو
15 هو من اليمين ماشيين على الطريق. Thank you.
أول ميدالية حصلت عليها في التحول. ترى كانت من نصيب بطلة إيمان رافع واللي الأب ديالها كيفاش تعاملنا. إذا كانت الفضل مشكورة أكثر عليك. سادة الأساتذة،
سعيد إدريسي من مدينة عسير. أستاذ موسى بوحيد من مدينة طنجة. هناك محطة أخيرة، إذ نطلب من الأستاذ محي ميمون أنه بناء على رغبته وطلبه أراد أن يلقي كلمة الجمهور على الأساس ده، فليتفضل إلى رغبته. Nous vous rendre hommage, Sensei Hutman Bohan. Cet hommage avait pour nous une signification particulière. Vous avez contribué depuis toutes ces années à développer une vie au service des autres. Nous apportons de ce partage. أجدها في توفيق من الله سبحانه وتعالى وفي حب الناس الذي اكتسبه بهذه التضحية وهذا العطاء اللامحدود. شكرا جزيلا أستاذ عثمان. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا.